ربي لمال عليك نص ساعه من زمان تحدي انساني جديد اليوم الجمعه ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. تحيه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. هذه فقره الناس بالناس ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب يا ربي. الناس بالناس فقرة الناس بالناس اللي هي الفقرة هذه متاعكم انتوما اليوم في تحدي إنساني كبير برشا 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 وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. 31-328-328 ولا 50-285-285 نداء طلب عاجل برحمة اللي عز عليكم اللي يقعد ما يخلفش اللي يقعد ما يخلفش حتى لو كان ما ندبروا حتى فرنك للعائلة اللي موجودة معنا اليوم أهم من أنه نقعدوا وما ثم حتى شيء. عرضت لكم جه ربي اللي يقعد ما يخلفش لأنه الوضعية متاع اليوم تتطلب تدخل عاجل فهمني ولا فعل مش كلام. وإن شاء الله احنا قاصدين ربي سبحانه مش البشر بحثنا مواطنة تونسية المواطنة هذه جاتنا من مسافة بعيدة من بلاصه بعيده على تونس العاصمه. صباح النور اختي مرحبا بك. مواطنه هذه تخدم معينه منزليه بعيده كنت تخدم معينه منزليه وقلت لي نخدم وما نطولش. علاش ما نطولش؟ نخدم نهار نهارين مره في الشهر ما خاطر انا عندي كيس تاع الغدد بسم الله عليك وعندي دقات القلب زايده فهمت وندوخ ما نجمش ناكل ماكل هنا. ما تخدموك نهار و يخدموني ونقولوا لي توا نكلموكم ما يعاودوش يكلموني. وزيد عندك ازمه في العينين في النظر. اي النظر نتاع عيني طايح برشا وفي سن متقدم يتسمى وعندك توا الاشكال. ترى هي مش تحكي على روح هي جات وهي ماهيش تحكي على روح بهذا الكل ماهيش تحكي على روح توا الاشكال جايين للاشكال. عندك زوز بنيات. نعم. واحدة عمرها 27 سنة وهي حاضرة بعدنا لهنا. صباح الخير. صباح الخير. والأخرى عمرها 12 سنة. نعم. الزوز بريس كيف كيف اللي عمرها 12 سنة ما تمشيش. وصديقتي اللي حاضرة بعدنا لهنا 27 سنة عندها مشكل كبير أيضا في العمود الفقري. أنا مانيش نتكلم اليوم نحب نوري حاجة. شوفوا الصور. هذوما إنتاج شكون جاب؟ هي المزيانة هذه. شوف الصور مازال 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 الصور. ما شاء الله عليه. مازال الصور. محليها. شوف الصور موهبة. شوف الصور مازال الصور. وين التصوير اللي صورته أخوك اللي توفى موجودة؟ موجودة. عندك ولدك توفى إن شاء الله ربي يرحمه. ربي يرحمه وينها. إن شاء الله ربي يرحمه برحمة الواسعة. شكون التصوير شكون هذا؟ تصويرتك أنت. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بنتي بسم الله عليك. تبكيش تبكيش. رسمت هذيك قلت لها ماما باش نرسم لك صورتي حتى كان مت خاطر انا في المرحله الاخرانيه تبقى تتفكر فيني. ماهيش المرحله الاخرانيه صليوا على النبي ماكش المرحله الاخرانيه. انا مرحله الاخرانيه وانا واحد بحول الليل امل في ربي موجود بحول الليل. بنتي جوك باهي. انت ولدك مات بنفس المرض المرض الخايب ان شاء الله ربي يرحمه وينام. باهي احنا توا خنوضحوا الساعه. زوز بنيات من ذوي الحاجيات الخصوصية صح. في مرحلة متقدمة ولازمهم تدخل عاجل. تدخل عاجل في مرحلة متقدمة المرأة وحدها وكانت تخدم معينة منزلية تو ما عادش يعيطولها. الصحة خانتها للأسف. احنا تو شو نعمل؟ قلت لك نحب نقف لبناتي باش نداويهم ونعالجهم. المبلغ المطلوب 30,000 دينار على الأقل. هذا راهو البداية على الأقل باش تنجم تفهم بناتها ومرضة بناتها شنية. ما تخن نوضحوا انت شنو عندك مشكله في العمود الفقري كله معوج كله واثر لك على التنفس. هي انا تو نتنفس بالماكين حتى يديها جعفر بالله يقول خلي العباد خاطر ما لازم ما نجموش نتنفس بالماكين. اي باهي هكا وما عادش نزيدو لا 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 خويا هاي نتوكلوا على الله.
توكل على الله. مازلنا نحكيو ما عادش وقت زي. ما عادش وقت ايا اعطيونا تو ما نقبلوا كان التليفونات وبربي امان ربحا للوقت برحمه اللي عز عليكم. هذه بنتكم وعندها اخت اخرى وهذه اختنا نتوكلوا على الله. تليفونات ورا بعضها 31 328 328 ولا 50 285 285. ودالوا على الفعل كان فعلت دالوا على الخير كفاعل هذيك هيجم نتوكلوا على الله. نتوكلوا على الله. وكلمه هاتفيه الاولانيه الو صباح النور اعطينا مكالمه. ما زالت 31 328 328 هذا رقم التليفون والا 50 285 285 هذا رقم الواتساب. 31 328 328 هذا رقم التليفون والا 50 285 285 هذا رقم الواتساب. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. الحقيقه معناتها وضعيه الصحيه تتطلب التدخل العاجل فهمني ولا والوضعيه زاد نتاع المدام اللي جات بعدنا ايضا تتطلب خو يكلمنا والا اخت خو ولا اخت والا ام ولا ابو. الو هنا معاك اليوم في مرحله في حلقه نتاع هنا معاك وخيتي رانا فزعه باش نكونوا معاك. وهذا مرض ناقف الناس الكل ربي يبتلينا راهو الناس الكل صح. انا نعلمك ان شاء الله باش كون لاباس فهمني ولا وان شاء الله بحول الله تتعمل ان شاء الله العمليه وان شاء الله تولي تتنفس طبيعيا ان شاء الله يا ربي. شويه صبر شويه صبر حول الله. قديش عمرك انت؟ 27. أعطيونا التليفونات خويا أعطيونا التليفونات. بالعمر والصحة يا رب. تتصور بنتي وقت تحلها الأكسجين في الدم وما عادش نجم تتنفس. هزيتها الأمبيلونس من ولاية القروان. كنا خصبناه مش تموت. لطف عليها لطف عليها. تتصور ما نجموش في السبيطار بنتي ما نجموش يجيبوا لها مكانة. بنتي الطبيبة نتاعها. يا ربي. هو برا فما برشا تفاصيل كن نقعدوا نحكيوا حتى 24 ساعه. يا ربي عالي اعطيوني اعطيوني دعم برشا يلزم يخرجوا فرحانين يا ربي ان شاء الله. يا ربي يا عالي تنظر لهم اليوم يلزم يخرجوا فرحانين وان شاء الله باش يخرجوا فرحانين يا ربي يا ربي يا عالي. نذكر 31 328 328 هذا الرقم نتاعنا ولا 50 285 285. 31 328 328 ولا 50 285 285. يا ربي نسمع الأخبار الطيبة يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي. يكلمون الناس اليوم ويقفوا للمرأة هذه وللبنيات الزوز اليوم ترجع تتنفس البنية هذه ترجع تمشي تعمل عملية والمرأة هذه ما عادش تدق الديار لليوم وهي في الوضعية الصحية هذه وتقول لهم ما يسالش نخدم معينة منزلية على خطر البنيات كهو. 31 328 328 50 285 285. نذكر لحداش و37 دقيقة حتى تليفون هو اللي خلطوا علينا توا راهو مش حكاية المعينة المنزلية خدمة النهار ما فيها عار ربي يعين الناس الكل. طبعا طبعا احنا نحكيو على الوضعية متاعنا اليوم اللي هي الصحة صحيح. خاينتها وما عادش تنجم تعمل أعمال شاقة على خطر الصحة متاعها وبهذا الكل ما جيتش حكيت على روحها قالت أنا ميسالش أنا مش مهم أنا منيش الأولوية عندي بناتي والعلاج متاعهم هو الأولوية. يا ربي اليوم يخرجوا منصورين ويخرجوا بأمل جديد في الحياة ويا ربي نراود التابلو أكبر وأحلى وأحسن يا ربي وتكون في صحتك يا ربي, يا ربي. 31 328 328 ولا 50 285 285 هذا رقم الواتساب. 50 285 285 هذا رقم الواتساب كما قلت بالنسبة للفتاة متاع اليوم. ونعطيكم معلومة أنا عندي إحساس عندي إحساس كيما أي حلقة رغم اللي مخر برشا اليوم على الأخر على الأخر مخر برشا ومازلنا ما بديناش أما ربي قدرته عظيمة إن شاء الله يا ربي ينظر ربي سبحانه قدرته عظيمة إن شاء الله يا ربي. جعفر كنت تنجم الطفلة تقول لنا شنو اسم المرض نتاعها بتاتر فما عباد يعرفوا ولا يعني ليه وصف ما يسالش احكي لنا شنو المرض نتاعك باش العباد تفهم خاطر نحن نشوفوا فيك لهنا العباد لازمها تعرف بالضبط انت شنو هي السيتواسيون نتاعك. بالنسبه للطبيب نتاعي قال لي المشكله من النمو نمو 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 نتاعي كان متوقع يعني يمشي قصر في النمو يمشي بالبطء بطيء نمو بطيء به 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 وصلت لمرحلة البلوغ النمو متاعي معناها قوي طويل العمود الفقري قبل البدني ملقاش إسباس عواش به به. أعطيني توا مكالمات هاتفية يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي رانا نص نهار غير أربعة يا ربي رانا قاصدينك أنت يا ربي يا عالي نص نهار غير أربعة
دونك فهموا العبيد اللي راهو الاعضاء كي تكبر العظم كي يكبر اكثر من البدن فما ذاك شنو يخليه خليها زاده ابار الاعوجاج انها هي ما تنجمش تتنفس الاعضاء نتاعها ما يلقاوش سباس واضح 31 328 328 ولا 50 285 285 بدينا الو صباح النور الو 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 صباح النور ربي سمعنا ان شاء الله ان شاء الله ربي سمعنا الخير الو صباح النور الو صباح النور جعفر صباح الخير بابا صباح الخير نسمع فيك بابا نسمع فيك نسمع فيك بابا قل لي باش تبرع ان شاء الله المدام هذه ب 5000 دينار ان شاء الله 5000 الحمد لله يا ربي يبارك لك يا ربي يا عالي ربي يبارك لك الله يبارك لك يا اخي علي تنا شان الله يعلي شانك ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك كملوا معك ان شاء الله ربي يبارك لك يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي راك تعرف اش يعانيوا الام والبنات يا ربي يا عالي انظر لهم فقط الله يا رب عندك معلومات انت جديده قاعد تقرا في حاجه جافر مليون ما عند شمس ان شاء الله ربي يرحم الوالد وربي يشفي عمتك ربي يرحم الوالد ويشفي عمتك ان شاء الله ربي يبارك يا شمس نحلاك يا شمس 6000 دينار يا ربي يا عالي انا فاهم شمس يا ربي يا عالي 31 328 328 ولا 50 285 285 31 328 328 ولا 50 285 285 هذا رقم الواتساب هيا نحطوا اليد في اليد يا ربي يا رب 6000 دينار قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة يا رب ونعم بالله ونعم بالله وباش ننتصروا حطوا اليد في اليد احسبها بنتك احسبها بنتك بنتك قتلك هاي يا امي هاي احسبها بنتك هذه نحسبها اختنا وانتهى الموضوع ان شاء الله باش يفي 31 328 328 ولا 50 285 285 يا ربي يا عالي 19 دقيقة ساعات كي يجي الانسان المرأة يعني عندها صغير توفى الله يرحمه بالسرطان وبنتك زوز مرضى ربي يشفيهم وانت مريضه بنتي الاخرى زادت توفى وراه ربي ما يبتليك كان العباد اللي يحبها ما تخافش عندك بنات توفى الله يرحمها ان شاء الله ربي يرحمها ربي يفرج عليك صورتها انت تقول صورت خوك هذاك صورت خويا اللي مات واختي المريضه لحظه بالله لحظه ان شاء الله لا خاطر الصوره عندها تليفون الو صباح النور صباح النور خويا جعفر صباح الخير مدام مرحبا بك يفضلك مرحبا بك مدام الله يخليكم يا ربي يفضلك وان شاء الله ربي يرحم ميتك امين اجمعين اجمعين مدام اجمعين يفضلك بشر انا والله حشمت خاطر قدامي تبرع ب 5 ملايين وانا نقول لك جاده الفقير وما عنده مبلغ صغير وحاسمه مرحبا بك مرحبا يعيشك يعيشكم يفضلكم 500 دينار 500 دينار صحة جيد الكريم ما فيهش جيد الفقير جيد الكريم وبما عنده يا مدام 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 شكرا لي شكرا لي أنت كريم يرحم والديك بارك الله فيك يرحم والديك مدام قديش 6 مليون و 500 6 مليون و 500 هذا أخوك هذا اللي يتوفى ربي يرحمه ينعم ربي يرحمه ينعم في آخر العمر ربي يرحمه ينعم ربي يرحمه ينعم محليهم تصورك تصور بالبي محليهم محليهم وذي أختك المريضة ربي يشفيها ويعافيها ربي يشفيك ويعافيك انت يا رب 328 328 50 285 285 شكون المزيان هذه اللي تصورتها من وحي الخيال انجيني جولي تاع نحكي لهم بعدها 31 328 328 ولا 50 285 285 الو صباح النور الو صباح الورد صباح الخير مدام صباح الورد اخويا جعفر عايشك بشرنا مدام هاي هاي انا متبرع بارز دينار لهذه المخلوقه لوجه الله ان شاء الله ربي يبارك لك ويرحم والديك وياخذ بخاطرك 1000 دينار بربي تسمعونا تصفيق على الناس اللي قاعدين يدخلوا كلهم مش صحيح شكرا يا رب مش صحيح يا رب يا رب مش صحيحه 7000 دينار و500 31 328 328 ولا 50 285 285 يلزمنا نسكروا الويكاند ديما ربحين ان شاء الله يا رب يا رب ربحين حول الله ربحين يا ربي يا عالي خلي تمشي تعدي البنية خلي أمها تقف خلي أمها تقوم الصباح ما تقولش يلزمني ندق البيبان ونمشي نشوف وين نخدم على الأقل باش نقف لولادي هو إنسان وليدته لباس وصح ستار ويقوم الصباح مفجوع يا ربي يا عالي 31 328 328 ولا 50 285 285 أنا مكالمة هاتفية ألو صباح النور صباح خير صباح خير بابا مرحبا يا خويا نفسي ببعثكم الناس الكل وإن شاء الله ربي يعينكم عايشك يا بيه
يعيشك يعيش شويه باهي. بون جوست انا كيما المدام اللي قبلي راهو تفتوفه صغيره ان شاء الله تعاون وكهو 300 دينار ان شاء الله ربي يبارك لك ويرحم والديك وياخذ خاطر. ما ثماش تفتوفه صغيره ما ثماش حكايه تفتوفه صغيره ثم هزيت التليفون وكلمت صح. ممكن هذاك اللي عندك في حياتك انت دوك تبرعت باللي تملك صح صح. ثماش عند ربي تفتوفه صغيره ولا كبيره. ربي سامحني كلمه يا ربي يا علي هاي خطر بزرت ربع ساعه يا ربي يا عالي لك موتة ولا اثنين يا رب يا رب يا رب يخرج منصورين يا رب يا عالي يخرج منصورين يا رب يا رب يا عالي يخرج منصورين يا رب يا عالي رانا قاصدينك انت المولى الخالق الرزاق الودود يا رب. 31 328 328 50 285 285 سننتصر حول سننتصر حس في الانتصار حول الله حس في الانتصار قادم شو ما يلزمش تولي من تحصيل الحاصل 14 دقيقة وقت يجري وما يرحمش طبعا. لاخر لحظه الحرب اما ثم شكون يسمع فيا تو في اللحظات هذه متردد فهمني ولا اي لا اي لا اي لا هاو مثلا تليفون الو صباح النور يا صباح الخير صباح الخير بابا الغالي صباح الخير الحمد لله ربي يبارك لك برا ب 400 دينار 400 دينار الله يبارك لك الله يبارك لك احسبوا لي هاي اخرج شوي كينيزي ثيرابيوت انا كنت حق دي سيونس تاع ان شاء الله ربي يبارك لك ويرحم والديك يرحم والديك نعطيه يبارك نذكر اللي كونوا نحن ما ناخوش اموال باش نعطيوا نمر السيده اللي حاضر بحذانا لهنا وهي اللي تتصل وان شاء الله ربي يجيب في الصواب. قداش وصلنا تقريبا 8200 يا ربي يا عالي 31 300 هيا عاد يا ربي يا ربي هيا عاد درجين مازالوا والله ما عادش وقت هيا وينو في راجل خير هيا خويا نعطيكم معلومة في رقبتي على رقبتي باش تمد على رقبتي قدام ربي أنا أقول لك أنا على رقبتي أتحمل مسؤولية أقسم لكم بدين الله العلي العظيم أتحمل كامل المسؤولية أمام الله أكثرش من هذا أمام الله سيبني من البشر المرأة هذه ديركت لها هي. ألو صباح النور صباح خير لبس عليك خويا ربي يبارك لك يا باهي عايش خويا بشرني يا بابا 500 دينار ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لك وكل هذا كله عند رب اسمه الكريم يا جعفر خويا اي ونعم بالله ونعم بالله عند رب كريم ربي الكريم وابقى تبعنا باش تعرف اللي عندهم عندنا ربي كل عندنا ربي طبعا. سبحانه طبعا. كل ربي يعرف كل شيء هو يعرفنا والله هو المغيث الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الرزق بيد ربي الحمد لله يا ربي الرزق بيد ربي الحمد لله يا ربي اللي عندنا رب كريم يقول كن فيكون الحمد لله يا ربي الحمد لله هذا مش تدخلات تاع بشر الحمد لله اللي مازال خير في الدنيا والله مازال خير قاعد انا عايش حاجات عندي مكالمه هاتفيه شخصيه سامحوني لا مكالمة شخصية فما برشا ناس قاعدين يخلطوا علينا توا مش فاهمين على شنو قاعدين نحكيو فما أولوية صحية متاع زوز بنيات إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم الوالدة متاعهم ما عندهاش مورد رزق وهي زادة صحتها قليلة إن شاء الله زادة ربي يشفيها ويعافيها وتنجمش تخدم عليهم زادة لكن لازم تدخل عاجل 8 مليون و700 8 مليون و700 إن شاء الله يا ربي خلنا نسمعوا نكملوا لا انت بعدت على الميكرو جعفر ارجع بربي يقول لنا ظهر لي تليفون مهم برشا اي تليفون شخصي وقاعد يخو في الديتاي بيه ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لك 31 328 لحظه شنو حطوا بارلور جعفر خلينا نجم نحط بارلور ما تقولش اسمك نسمعوك احنا ما تقولش اسمك ما تقولش بيه ما تقولش نسمع في راجلنا في التليفون صوت راجل بيه اعطينا ديتاي عايش هو بيه 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 8 دقائق مازال قول جعفر شو ما جعفر يا جعفر قول تو ماكش تزرب انت الوقت الحمد لله عرقت الحمد لله قول جعفر قداش وصلنا 8 مليون 700 احنا قلنا نبداو ب 30000 دينار 30000 دينار اي قداش معناتها مازال معناها 21 و300 21 و300 21 و300 راه مازال على المبلغ اللي طلبناه من الاول لحظة أنا بعت ميساج له شنو ثبت جافو لحظة بهيت ناخذ تليفون آخر ونتوندو أعطينا تليفوني قد عندك قداش غادي عندك حاجة غادي زاد إيهاب من الواتساب ثم مواطنة ثم مواطنة تبرعت بخمسة ملايين ما شاء الله على الواتساب برافو عليها برافو عليها به أعطيني التليفون هذين بعد شو قولكم لحظة الحمد لله وعليكم السلام صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بيك
الحمد لله الحمد لله ربي يعينكم ربي يبارك لك يا وفقكم يعيشك يا بيه ان شاء الله 2000 دينار تبرع من عندي ان شاء الله ربي يبارك لك ويرحم والديك ويا فوقك شكرا لك يعطيك صحه ان شاء الله ربي يبارك لك يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك عندنا 15700 معلي قالوا إهابة مع الخمسة ملايين اللي قالوا إهابة والزوز والزوز تعطوا 15700 15700 15700 قول قاعدوا 15 كلمني صديق تعرفوا شخصيا نعم شخصيا طبعا طبعا قال لك بقية المونطون 30 عندين يا إلهي بقية المونطون 30 معناتها توا 15 وبش يعطي 15 زيدي 15 دونك 30700 احنا خلينا نقولوا هذوما للبنيه هذه واصلوا خاطر ربي حب يكرمها صح 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 واصل ونقولوا لهذه وعود زاد واصل اي طبعا طبعا وان شاء الله يا ربي تتم ان شاء الله واصل واصل الرحله مازال رزق خاطر ربي صحيت كتب لها رزق ليه هي طبعا واصل احنا تويكا وعود عندنا 30000 دينار ان شاء الله واصل خاطر بالك ربي رايد لك ما خير وما اكثر ان شاء الله يا رب الودود طلبنا الودود ان شاء الله ان شاء الله تلقى كيفاش تقفلهم يا رب 31 328 328 ولا 50 285 285 واصل هذه راهي اوامر الحنان المنين جعفر الحمد لله الحمد لله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله الناس تكمل تتكلم وتتفاعل على خاطر راهو العلاج نتاعهم يطلب وقفه كبيره برشا ومتابعه طبيه دائمه دونك الفلوس لازمها تكون بالحق موجوده ولازم يا ربي يتمتعوا بحياتهم احنا قعدنا حكينا معاهم شويه البنيه تقول انا ماذا بيا جوست نعيش اكاو معناتها جوست نحب نعيش راهو ماهوش حاجه سهله عندي تليفون الو صباح النور ان شاء الله صباح الورد خويا جعفر صباح الخير يا بطل ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تتمنى ويرحم الوالدة في البرنامج وفي الدنيا وفي هيك أهل الهلال كيف فرحت لك الصغيرات ربي يبارك لك ما عندنا حتى مزية ما عندنا واجب واجب ربي يبارك لك أخويا مليون عند خوك مليون من عند خوك مازال الخير إن شاء الله إي مازال الخير مازال الخير مازال الخير إن شاء الله الخير يا الله يا الله محلاها بلادنا الحمد لله ومحلاهم الناس والله الحمد لله مدام إيش قولك؟ إن شاء الله ربي إن شاء الله ينصرهم إن شاء الله إيش قولك في الناس؟ الناس الخير الخير كنكتة الزيت وين تنكت تسرح وي انا ما كنتش نتمنى انهم باش يعاونوني كيما هكا ما كنتش نصور باش يعاونوني كيما هكا كنت نصور وخليني نقول حاجه بربيع سيد هذه اللي هي جات واللي الوقفه انك انت تبدا محتاج صعيبه برشا انك محتاج ناس وتو ديبون وتو سوبي حاجه صعيبه وما غير ما قالته بالكلام في وجهها ترى للوقفه صعيبه عليها برش ما جات على خاطر من الزز كما نقولوا احنا بالدارج خاطر مساله نتاع صحه وتغلبت لباس فان شاء الله يا ربي اليوم تخرج منصوره ماهيش مغلوبه يا ربي تفرج على اي انسان يا رب يا رب يا رب كربو امين يا رب يا ربي تفرج على اي انسان كربو راهو انسان كي يبدا محتاج ويبدا وجهه يتقشر ويمشي الوان الوان والناس تدق عليه في البيبان اعطيني فلوسي وخرج لي من محلي اجا كذا وهذا رغم اللي حق هو طبعا. اما الله لا تعيش بشر وضعيه نتاع ذل خاطر انا واحد من الناس فترة عشتها ونعرفها الاحتياج صعيب ميغب كان اللي يقول لك اعطيني بقى وكلنا راهو نحتاجه على فكره كل انا احكيك على روحي قلت لك انا عشتها وضعيه عشتها تقول يا ربي انا وصلت هكا يا ربي الله اللي يوصل بشر وراكم خيتي لهنا وخيتنا هذاك علاش نحافظوا على يعني انه الصوره ما ثماش والاسم ايضا طبعا طبعا حتى معلومات طبعا اعطيني خويا 31 328 328 ولا 50 285 285 قديش وصلنا نحن 30000 31700 31700 اي عيط للايهاب عيط للايهاب عيط للايهاب شد ليا عيط للايهاب نسيتوا تليفونات يا ربي 31 328 328 نزلوا اربع دقائق نكملوه اربع دقائق بالك يجي فيهم حاجه تفرح امين مش رب العالمين امين مش رب العالمين تصور بالوان زينه الوان عاديه الوان زينه عادي زينه عادي محليهم 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 كم تصور عليها بحول الله كنت نعمل دونس كنت نعمل مسرح كنت مشاركه في دار الشباب دار الثقافه مني معناها مرضت وريت نفسي بالماكينه ما عادش نجم نمشي لطف عليك لطف عليك حتى في المشي عندي صعوبه ان شاء الله يا ربي ترجع تعمل كل حاجه ابتلاء بربي ما هو طبعا الحمد لله ونعم بالله هو ابتلاء خاطر ربي يحبك كي ما جيتش مؤمنه بربي ونعرف اللي هو ابتلاء ما نصبرش سنين
مش عام مش سنين سنين. الحمد لله عبارة كأني حابسة فرد بلاصة وسنين قاعدة تتعدى وأنا فرد بلاصة صرت قرايتي فقر. لطف عليك حبيبتي لطف عليك لطف عليك. ماني بدل شيء في بني نحن ماني نكبر بدل ما ضايت أمي وضايت الدار. مش تبدل مش تبدل حاول مش نحلم ايه طوبش تحلم طوبش تبدأ تحلم زاد طوبش تبدأ تحلم توصل كل ما ميسا تقول لي غادة كن موتين أنت وقتك لشكون لا بعيد الشر عليها بعيد الشر إن شاء الله ربي فضلكم أنا ربي نس كل إن شاء الله يا رب إن شاء الله تفرحوا يا رب إن شاء الله عندي تليفون لحظة ألو أمي إن شاء الله ألو عسلام صباح الخير صباح الخير عسلام مرحبا بيك مرحبا بيك وانا نحب نبرع نبرع انت ديما ربي يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك يرحم والديك يا باهي تو باش ترجع تحلم يا سمحه انت حول الله تو باش ترجع تحلم حول الله اي شي تو باش يبدا الجو بربي الاطباء زاد اللي يسمعوا فينا واللي سمعوا هكا خذوا فكره كل نجموا زاد يدخلوا معانا ويكونوا موجودين مع العائله هذوما نعرف اللي برشا منهم كرماء جدا وديما يعاونوا لكن ما يسالش نزيدوا نطمعوا في الكرم نتاعهم واللي فوق نتاعهم كان فما حد من الأطباء ينجم يتدخل ويكون موجود معانا على خاطر لازمهم متابعة أفي راهو الفلوس باش تنجم تخليهم ينجموا يواصلوا وإن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم لكن لازمهم متابعة طبية نتمنى عليهم يكلمون أمين يا رب العالمين بيه عندك تليفون تليفون الممنوع عندك تليفون بيه عندي تليفون قد شو وصلنا نحن 32 و700 بيه ألو صباح النور صباح الخير صباح الخير مدام الله مرحبا لبس عليك الحمد لله نصبر 10000 دينار نعم 10000 دينار الحمد لله ربي يبارك لك مدام ربي يشد لك في صحتك ربي يشد لك في صحتك ويعطيك خير الوقت ان شاء الله ربي يبارك لك انا نحب نعرف علاش المدام تكلمت وتبرعت نحب نفهمهم ليس دوما الو وي ربي يبارك لك مدام عايشك بارك الله فيك انت فاهمة الدنيا فاهمتها شنو الدافع هي والله نحب نفهم نحب انا نفهم فاهمة الدنيا المراه فاهمة اللي ما دايما الحد وين عم بقول فلوس وين عم بقول فلوس تمشي اللي يتعدى بالمرض يعذر المريض صح واضح اللي يتعدى بالمرض يعذر المريض الله اكبر ان شاء الله ربي يبارك لك مدام وديما يعطيك من شفاه يا رب ان شاء الله ربي يبارك لك مدام شكرا لك والله يا ربي الحمد لله الحمد لله وعليكم السلام اسمعني الحمد لله يا إلهي باش تبدا تحلم عاد ان شاء الله يا رب ندخلوا في الرحله العلاجيه بحول الله عندنا فلوسنا تحتنا بحول الله حد معامل علينا مزيه ربي يبعث لكم يا رب ربي يبعث لكم ان شاء الله كلهم يصدقوا ان شاء الله يا رب ربي يبعث لكم معنا لواز المزيه لا حتى شيء واجب هذا ربي يبعثه له وربي كيبتلي وبعدها فرجك يا رحيم ويسخر اي مالك اليوم اسك تروح فرحانه وتحلم وجوك على جو سمعتني ولا ايه تعرف انا واثق بحاجه يا جعفر ريتهم اللي كلموا اليوم الكل الوعود اليوم 100% ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا 100% ان شاء الله اعطيني يا اخوي اعطيني اي ما عادش وقت اعطيني اعطيونا الحصيله النهائيه خاطر قاعدين يحسبوا في الوعود اللي جات على واتساب وما خديناهمش دونك هذيك الحسبه الكل عند ايهاب مع الحاجات اللي جاوا لهنا على البلاتو الناس سمعوهم معانا هاتوا ناخذوا الرقم النهائي يعلن عليه جعفر 11:58 دقيقه ما احلاه ما اسعده من يوم شكرا على التري بون ويكاند اللي نعديوه كل جمعه ملا ناس شكرا لك ملا تونس الباهيه المسيانه السمحه والكل باش نلقاوه في صحتنا وفي صغارنا في احلامنا وفي امالنا وربي باش يعطينا باللطف احنا اللي نتكلم ربي باش يلطف بينا ان شاء الله اي مالا شنو جعفر جوست باش نقول لك انه ثم صديق هيثم تعرف المفروض قال النظارات وال مهما كانت بالله كل شيء باش يبدلها على الام طبعا خاطر قداش المونطون اللي عندكم برافو عليه احنا خلطنا 42 و700 ان شاء الله باهي هذه خاطر من التليفونات اللي جات تليفونات الواتساب وتليفونات ستاندار المبلغ الجملي كان خليه يقرا باهي ويقرا وقضاء نقعد ونستناو نقعد ونستناو كيما كل حلقه الرقم يقعد نقعد احنا باهي تقول فيسع جعفور اي باش نقول فيسع ما عادش وقت باش نقول جعفور زاد فما 5000 دينار محسوبه غاديك جات من صديقنا من ليبيا تحيه لي شكرا لي هو يعد صديقتنا من ليبيا صديقتنا من ليبيا تحية لها برافو عليها به هو الرقم يعد رقم قياسي يا رب في تاريخ البرنامج في تاريخ الناس بالناس الناس بالناس بيصير وصلنا المبلغ قدره يا رب وعود ثنينة
وستين ألف دينار يا إله وخمسين يا إله الحمد لله الحمد لله وخمسين الحمد لله يا رب يا رب الحمد لله الحمد لله يرحم والدين أي واحد عاون يرحم والدين أي واحد عاون إن شاء الله ربي يبارك لكم أي إنسان عاون حتى بالكلام حتى بالفرحة إن شاء الله ربي يبارك لكم الناس الكل إن شاء الله مبروك وش نتبعوا الوضعية متاعها بنتك مبروك بون ويكاند الناس كل ما غير حتى مزية شكرا زينب شكرا لي بون ويكاند جعفور شكرا ربي ميرسي جعفور ولا ميرسي الحمد لله الحمد لله شاد ليا ملا فريق خويا الحمد لله ذكر الكويز كان كل يوم نحن كنتوا نعملوا كويز كان قد ما تحب كيما تحب إلى اللقاء إلى اللقاء يا عايشة كفاية جعفر يرحم والديكم